هل يفتح الاتفاق النووي بين طهران والقوى الكبرى آفاقا جديدة أمام طهران للاندماج دوليا؟ سيل الأسئلة من هذا النوع يكاد لا ينقطع هذه الأيام في الشرق الأوسط مع اقتراب نهاية البرنامج النووي الإيراني المثير للجدل. وللنقاش ينضم إلينا من واشنطن السيد جيم سلاتري، عضو الكونغرس الأمريكي السابق، ومن دنفر عبر سكايب السيد نادر هاشمي، مدير مركز دراسات الشرق الأوسط في كلية جوزيف كوربل في جامعة دنفر. أهلا وسهلا بكما. البداية ستكون معك سيد جيم، يعني البعض عبر عن خشيته من أن يطلق الاتفاق النووي يد إيران بالمنطقة، هل هذه الخشية بنظرك في محلها؟ باختصار، لو سلوك إيران تغير وتحركت باتجاه تنفيذ هذا الاتفاق، أعتقد أنه يمكن أن يكون واعدا وأن تصبح إيران لاعبا بناء في الشرق الأوسط. وأنا أعتقد وبقوة أنه فقط لأن أمريكا وخمسة زائد واحد تحسن العلاقات مع إيران، وإذا استطعنا حل الموضوع النووي كما يقترح الاتفاق، فإن هذا يمنح وعدا بأن إيران ستلعب دورا بناء في مستقبل الشرق الأوسط، وأنها لن تكون تهديدا لإسرائيل أو للسعودية أو لأي دولة أخرى في المنطقة. طيب سيد نادر، يعني هل يعني برأيك الاتفاق النووي مع إيران استقرارا أيضا لمنطقة الشرق الأوسط؟ أعتقد أن الإجابة نعم، لأسباب أساسية، وهي أن هذا الاتفاق النووي يزيل تهديد الحرب المحتملة في الشرق الأوسط في هذه الحرب، في هذه الحالة ضد إيران نتيجة البرنامج النووي. وآخر شيء يحتاجه الشرق الأوسط هي حرب أخرى بالإضافة إلى الحروب المستعرة حاليا، وبالتالي هذا الاتفاق جيد لاستقرار الشرق الأوسط، وذلك لأنه يزيل نقطة تنافس يمكن أن تؤدي إلى الحرب إذا لم يحل الموضوع النووي. ولكن نسمع غالبا بأن هذا الاتفاق سيمنح إيران الفرصة لتمديد نفوذها في الشرق الأوسط. أعتقد أن هذا الاتفاق يغير إلى حد كبير دورها في الشرق الأوسط لأسباب أساسية ثلاثة. أولا، للموقف الاقتصادي الداخلي في إيران، وهو موقف صعب، معظم الأموال ستنفق على إصلاح الاقتصاد. ثانيا، الكثير من منافسي إيران السعودية ودول مجلس التعاون لديهم أموال أكثر مخصصة للسلاح. والعامل الثالث، نفوذ إيران في المنطقة وتوسعها يعود إلى سوء حسابات من جانب الدول الأخرى، خاصة الولايات المتحدة، نتيجة لغزو واحتلال العراق عام 2003، مما منح إيران فرصة لتوسيع نفوذها. سوريا موضوع آخر، والنظام في سوريا ربما إجرامي، ولكن هناك محاولات لتعزيزه، ولكن هذا الموضوع مستمر. طيب سيد جيم، يعني ما مدى إمكانية استكمال الاتفاقية في ضوء الحسابات الداخلية والإقليمية والدولية المرتبطة به؟ أولا، أعتقد أن الكونغرس لن يتمكن من تجاوز فيتو الرئيس إذا وصلت الأمور إلى ذلك. وتذكري، قرار الرفض يجب اعتماده من المجلسين، والرئيس أشار إلى أنه سيستخدم حق الفيتو، ثم يعود المشروع إلى الكونغرس حيث الخصوم عليهم أن يحصلوا على ثلثي الأصوات لتجاوز الفيتو. في نهاية المطاف لا أعتقد أن هذا سيحدث. مرة أخرى أعود إلى هذه النقطة الأساسية، لو هذا الاتفاق تم تنفيذه، أعتقد أن شعب إيران ستكون لديه الفرصة للعب دور
أكثر بناء في الشرق الأوسط، وأمل أنه بعد حل الموضوع النووي يمكن أن نتحرك باتجاه الحديث عن مجالات أخرى في الشرق الأوسط حيث هناك مصالح مشتركة، مثلا التعامل مع موضوع داعش. من الواضح أن داعش تشكل تهديدا كبيرا لإيران كما هي تهديد لدول المنطقة بما فيها إسرائيل، وبالتالي يجب أن نتمكن من التعاون في التعامل مع موضوع داعش. أيضا هناك فرصة للتفاوض على طريقة أفضل للتحرك إلى الأمام فيما يتعلق بحزب الله في لبنان. إذن أنا أعتقد أن شعب إيران حاليا، وأعتقد أن حكومة روحاني تريد وبإلحاح أن تحسن علاقاتها مع الولايات المتحدة ومع أوروبا والغرب. هذه فرصة تاريخية حيث هناك حكومة في إيران تريد تحسين العلاقات وحكومة في الولايات المتحدة تريد أيضا تحسين العلاقات. هذه فرصة لا يجب أن نفقدها، وأنا متفائل أنه عند نهاية النقاش في الكونغرس، متفائل أن الرئيس أو مقترحات الرئيس والمقترحات العالمية التي نتعامل معها سيتم اعتمادها في نهاية المطاف من جانب الحكومة الأمريكية. طيب أعود إليك من جديد سيد نادر، يعني حظر تصدير السلاح لإيران سيرفع تدريجيا، هل بنظرك سيؤدي ذلك يعني لتسهيل تزويد حلفائها في المنطقة بمزيد من الأسلحة؟ إيران توفر السلاح لحلفائها في المنطقة بصورة أساسية حزب الله وبشار الأسد. حاليا وفي ظل حظر السلاح يتم ذلك. لا أعتقد أن رفع حظر السلاح من جانب الأمم المتحدة سيحدث فرقا كبيرا أو يغير قواعد اللعبة، ستكون مسألة رمزية، وأعتقد أن هناك الكثير من المبالغة الإعلامية في هذا الموضوع. لا أعتقد أنه سيحدث فرقا. طيب سيد جيم، يعني إيران تربط بين أمنها وبين شبكة حلفائها الإقليميين، هل بنظرك يمكن يعني تصور مشاركة إيران في حل سياسي للحرب في سوريا مثلا واليمن؟ نعم، أعتقد أن هذا ممكن، وأعتقد أن علينا النظر على المستقبل بدرجة من التفاؤل، وأيضا يجب أن نكون على بينة أن هذا الاتفاق ليس مبنيا فقط على الثقة وإنما التحقق، وإجراءات التحقق في هذا الاتفاق صارمة جدا، والبعض أو بعض أو هذه الشروط الخاصة بالتحقق صارمة جدا. ثم هناك فرصة أمام إيران والعالم بما فيها إسرائيل والحكومات السنية في المنطقة للتطرق لبعض القضايا المعقدة هنا بما فيها موضوع سوريا ومشكلة الحوثيين في اليمن وحزب الله وحماس أيضا. إذن آمل أنه بعد التطرق للموضوع النووي نكون قد وضعنا حجر الأساس للتحرك إلى الأمام باتجاه حل دبلوماسي لبعض هذه القضايا المستعصية في المنطقة، ويجب أن نبدأ بكيفية التعاون في التعامل مع التهديد المباشر الذي تشكله داعش. طيب يعني وهل تعتقد أنه سيكون للجمهوريين أسلوب تعامل مختلف مع إيران إذا نجحوا في انتخابات الرئاسة في العام القادم؟ آمل أن تنفيذ هذا الاتفاق سيتحرك إلى الأمام كما هو مخطط له، وعند حدوث ذلك وإذا امتثلت إيران لشروط هذا الاتفاق وأصبح واضحا للعالم بعد سنة أو سنة ونصف، أن أعتقد أن الشعب الأمريكي سيتقبل ذلك، وحتى المرشحين الجمهوريين المتشددين سيقرون أن الاتفاق نجح وأننا أكثر أمنا مع هذا الاتفاق، وأن هذا الاتفاق في الواقع يمنع إيران من تطوير سلاح نووي في السنوات 10-15 القادمة. والمرشحون الجمهوريون إذا انتخب أحدهم سيقرون بهذه الحقيقة.
شكرا جزيلا لك سيد جيم سلاتري عضو الكونغرس الأمريكي السابق، والسيد نادر هاشمي مدير مركز دراسات الشرق الأوسط في كلية جوزيف كوربل في جامعة دنفر. شكرا جزيلا لمشاركتكما معنا في اليوم على الحرة.